أستاذ إبراهيم حجازي، هننتقل لملفات كثيرة جدا مثيرة للجدل، الكل بيتكلم عنها في الشارع الكروي والرياضي على مدار الأسابيع الماضية. الأزمة اللي أثيرت في الفترة الأخيرة، كيف ننظم المسابقات في مصر؟ ما هي صلاحيات اتحاد الكرة وحدود قرارات اتحاد الكرة؟ ومن يراقب اتحاد الكرة لو أخطأ أو أصاب؟ التقييم لهذه الاتحادات الرياضية كيف يكون؟ وفكرة التلويح أو الحديث عن سحب التراخيص والتهديد فيما يخص التراخيص الرياضية، خاصة عندما نتحدث عن كيان من أكثر الكيانات التزاما بالقواعد واللوائح على مستوى العالم وهو النادي الأهلي. رأي حضرتك إيه؟ قبل بس ده عايز أرجع للماتش اللي أنت اتكلمت عليه يا محمد في الأول، الأهلي والجونة. يعني بقول فريق الأهلي، أنت يعني أنا بس دايما بحب قوي ان فكره انك انت دايما لا تستسلم، وفكره ان تبقى انت عندك في عقلك ان مفيش مستحيل، وفكره انك انت الاخر اصل دي رساله للطالب ولاي حد في اي مهنه، انك انت ما يعني ما تقسي، دايما خليك عندك يقين وعندك امل. اجتهد، عملته خير وبركه، ما عملتوش خد بالك يبقى انت بذلت اقصى جهد في هذا الموضوع. هي دي الروح القتاليه دي او السمات النفسيه ديت اللي فكره الرغبه في الحرص على ده مهم جدا في الكوره، مهم جدا. يعني انا النهارده مثلا احنا شفنا فرقه الاهلي في كام ماتش اللي قبل كده كان في الشوط الثاني وكسبان اثنين وبتاع وعمال يعني، انما هنا عندما يعني هو لازم حد يتك عليك، دي عادتنا كمصريين يعني مش هنشتريها، ان احنا دايما بتوع اخر وقت. يعني انت رايح محطه القطر عشان تركب رايح اسكندريه، رايح والقطر بتحاول تجري وتتكفى وتقوم عشان تلحق اخر عربيه. في الامتحانات تفتكر كان الامتحانات دي امتحانها ليه فجاه، خدت بالك؟ في رايح المطار، رايح في اي حته. النهارده فكانت روح، يعني انا بحييهم على الروح دي، عايز احيي فريق الجونه حقيقي، عاملين ماتش كويس جدا. كونه انه بيلعب مع 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 فرقه الاهلي، فرقه كبيره وقويه وفرقه عارفه مش هتفرط في اي حاجه، يلعب ويسبق هو ويحط ورجون ولاخر لحظه بيلعب، ده يعني تحيه ليهم ولمدربهم حمد صدقي ولمدير الكوره الكابتن حسام غالي. يعني انا عايز اقول هي دي الروح، يا ريت تبقى كل فرقنا كده زي بره. انت بتشوف بره اي فرقه بتلعب باي فرقه كله زي بعضه، عنده جمهوره وعنده 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 مقومات، لان هو ده اللي بيرفع مستوى حلاوه الكوره ومستوى اللعب، يرفع مستوى الكوره، وهو ده الاساس من المسابقه. انما لو هنعمل مسابقه نتائجها معروفه مسبقا ما نروح بقى وخلاص. يعني حضرتك موافق ان الماتشات اللي من النوع ده وان الاهلي يعمل كامباك بلغه كره القدم ويقدر يعود بقوه ويتفوق بعد ما كان متاخر بهدف عن المنافس، هو ده اللي هيبقى فارق في الفتره الجايه، وهو ده اللي المفروض ان في حياتنا كلها. وقعت قوم، ما فيش حد هيقعد يجري على طول، لا هتقع، ومش عيب انك انت تقع. مش دي الرسائل او المعاني اللي تتاخد من الحاجه، انك انت لازم يبقى عندك يقين انك تقدر. اصل ما فيش مستحيل، المستحيل الوحيد الموت، ما فيش مستحيل في الحياه، نقدر نعمل اي حاجه صدقني. وده الرساله اللي لازم نعرفها ونعملها، واحنا لما نشوف عندنا بس. هو للاسف النماذج الايجابيه اللي موجوده في مصر في الشباب المصري في مختلف المجالات، وفي الريف وفي الحضر وفي المحافظات وفي الكرة، هناك نماذج مشرفه عظيمه جدا. بس سلو بلدنا في الاعلام من فتره طويله انه بينظر للحاجات السلبيه، بيهتم جدا ويتلاقي الدنيا قايمه على ضوافرها، اتنين طلعوا مش لابسين حاجه، هو ده الموضوع. في نفس الوقت لو طلع فيه بنتين تانيين عاملين حاجه عمل، ولا حد هيعبره، ولا حد هيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. فعشان كده دايما انت شايف الحاجات الكتير السلبيه هي اللي كتير، وده مش حقيقه. عشان كده لما اقول انك انت تقدر تعمل كل حاجه، نقدر نعمل كل حاجه، نقدر نعمل كل حاجه. نروح بقى لحكايه اتحاد الكوره. و حضرتك شايف ازاي المشهد ده كله اللي حصله في الفتره اللي فاتت، والجدل والقيل والقال، وانه مفيش حاجه واضحه دقيقه اكيوريت، يعني ان الشروط اهي، اللوائح اهي، القواعد اهي، زي ما الاهلي بيطلب دايما وادارته بتطلب ان الامور تبقى فيها شفافيه وفيها وضوح في كل ما يتم وضعه من اطر للعب. النادي الاهلي لما المجلس ده كابتن محمود الخطيب لما جم المجلس الجديد عملوا اداره استحدثوها للوائح والقوانين، وده في اي عمل لما تكون بتشتغل انت خلاص، دي مؤسسه رياضيه وكرويه في المقام الاول، وبتتعامل لها تعاملات مع الاتحاد الوطني ومع الاتحاد الاقليمي او الكاف يعني، ومع الاتحاد الدولي، ولاعيبتك بتروح وبتيجي. هضرب لك مثال اهميه الاداره دي لما اتعملت ايه. لاول مره هنكتشف، هم اللي اكتشفوا الاداره، هم بصوا على اللوائح، فطلع انك انت ليك حقوق ما انتش عارف عنها حاجه. عندما تذهب الى كاس العالم
لعيب اللعيبه اللي في الانديه بتبقى لهم مكافاه ماليه اخرى ما لهاش علاقه بياخدوها لتشجيع الانديه ان اللاعب بتاعها يروح المنتخب ويبقى حريص انه يروح المنتخب ويبقى حريص على المنتخب، وده كله لمصلحه الكوره في مصر او في اي حته. لان لما ظهرت مشاكل كتيره ايام الكاميرون زمان وكان اللعيبه المحترفين بره مش حريصين يجوا المنتخب، فالكاميرون بعد ما كانت فرقه ثقيله جدا فجاه وقعت ما قامتش. نفس الحكايه نيجيريا، فهم بيشجع يقول للنادي عشان تشجع اللاعب بتاعك اللي عندك. صحيح الانديه الافريقيه تقريبا بقت فرقة من النجوم كل بقت فرقة يعني خليت من النجوم بقى كلهم بيلعبوا ومحترفين في الخارج، انما دي تشجيع. الاهلي باللي عمله جاب للعيبه المصريه، طبعا جاب لي هو مليون واظن 700,000 740,000 دولار من حاجه ما كانش حد عارفها. منين بقى ده جا؟ لما عملت اداره للوائح، فانت خلاص ما هي انت بتشتغل مع منظومات قايمه على لوائح. احنا الحته الوحيده اللي في مصر المنظومات عندنا قايمه على الفهلوه والجدعنه والبيت كده، وطب ماشي ده وحط ولبس ده الطاقية ده لده والكلام ده كله. المنظومه ديت اللي مش عارفين نتخلص منها هي للاسف هي موجوده في اداره الكره المصريه حتى الان. الازمه اللي فاتت ديت او ان حكايه ان نلعب او ما نلعبش او نعمل او الكلام ده كله او كلها او ده ماتش كاس ولا ماتش دوري والقصه اللي كانت في الايام اللي فاتت دي كلها وحكايه التلويح ب ب ب صاحب الترخيص. طب ايه حكايه الرخص؟ انت تكتشف ان الاتحاد الدولي من زمان من سنين قال ان كل الفرق التي تلعب في اللعيبه المحترفه والكلام ده تبقى الانديه كمان محترفه ويطبق هذا على الكل. بلغوا ده للاتحاد الاقليميه لان الاتحاد الدولي ما بيتعاملش مع الاتحاد اللي الكاف بدوره بلغ ده وادى تعليمات بده. احنا عملنا الموضوع وانا بعتقد انه اتعمل على الورق ما اتعملش على الارض، ان بقى في انديه محترفه وعشان تاخد رخصه نادي محترف في خمس حاجات. اول اشتراطات للحصول عليها، اول حاجه اللي هي المعيار المالي، وعلى فكره ده هو اهم نقطه في النقاط الخمس. ايه المعيار المالي؟ انك انت هتصرف ازاي؟ لانه حريص على حكايه في لعب شريف وفي المال الشريف. يعني حضرتك بتقول في انشطه ماليه غير سليمه وغير شرعيه في العالم كله بتتم محاربتها، انها ما تدخلش كره القدم زي غسيل الاموال. هو بيخاف من ده وعلى طول في اي حاجه من دي بيدي عقوبات بتتراوح انه يشيله من بطوله اقليميه بتتراوح من المال ده. انك انت ايراداتك تغطي مصروفاتك، وحتى لو تعثرت ولا حاجه تبقى قد بعض، وحتى لو خسرت خساره قليله تبقى قادر على التعويض. انما لما انت بتبقى بتصرف مبالغ كبيره وما فيش ايرادات، ما فيش عائد، هنا بقى يبتدي يبقى في علامه استفهام كبيره. ايه السبب ليه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طيب ده بند، اول بند. سؤالي هنا لاتحاد الكوره ولحضرتك وكل الحضرات الناس اللي شايفنا، هل هذا البند اتحاد الكوره سال فيه ولا شافه ولا راح ولا حتى راح سال نادي انت عندك ايه وميزانيتك ايه والكلام ده كله؟ حصلش. بالعكس احنا تقريبا اغلب الانديه عندها مشكله في الحكايه دي. النادي الاهلي الوحيد ويمكن نقدر نقول في ده ان هو ايراداته مغطيه مصروفاته وعامل فرق. انا هستوقف حضرتك يعني عفوا المقاطعه للحظات عشان اكد اللي حضرتك بتقوله وندلل عليه بالارقام. بعض الارقام المذكوره رسميا واللي اطلعت عليها الجهات المعنيه في كل المراجعات اللي بيكون الاهلي دايما صاحب السبق وصاحب المبادره في ان يطلب ان هذه المراجعات تحدث حتى يتاكد الجميع ومبقاش فيه مزايدات ابدا عن النادي الاهلي، الكل يتاكد من ميزانيته وحساباته. بعض على سبيل المثال المجله لن تسعى لعرض كل الارقام، ولكن ميزانيه النادي الاهلي بتقول وجود فائض في نشاط النادي الاهلي المصري يقدر ب 402,959,000 ويزيد قليلا مقابل 204,010,000 لعام 2016. ميزانيه تكشف ايضا الميزانيه عن وجود فائض في نشاط كره القدم يقدر ب 24,574,000 ويزيد. وهذه مقارنات يعني بان النادي الاهلي زي ما بيقول الاستاذ ابراهيم حجازي حريص على تحقيق هذا الجانب الرابح ماليا واللي متعارف عليه في العالم كله. اتفضل يا استاذ. لما نيجي نشوف الرخصه، اول نادي في مصر عمل رخصه نادي محترف كان النادي الاهلي، عملها قبل الكل وعملها مع الاتحاد الافريقي وعملها قبل الاتحاد الافريقي ما يضع شرط ان ما حدش هيلعب في بطولات افريقيا الا لما يبقى مسدد الفلوس ديت اللي هي الا لما يكون هو عامل الاشتراطات دي كلها الاحتراف الخمسه. نيجي نشوف ايه تاني، هل المساله دي كلها
ايه المسائل الاخرى اللي انا يمكن اكشف الايرادات ولا الضرائب؟ هل انت بتدفع ضرائب؟ ما انت لما بتيجي لما بدي مكافاه للاعبين او بشتري لاعب او اي حاجه، اي حاجه من دي عليها هل النادي بيخصم مبلغ الضرائب ولا المساله؟ هل الاتحاد الكوره عنده علم باللي بيحصل في الموضوع ده؟ انا ما اعتقدش. طيب في قرور عقود للاعبين وفي متاخرات للاعبين ومديونات للاعبين لدرجه ان الاتحاد الدولي ساعات بيشيل نقط من فرقه لما تبقى متاخره، وحصلت الانديه عندنا كتير كان كده، ويمكن تدخل منك النادي، تدخل اتحاد الكره وسدد وخد فلوسه بعد كده يعني في 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 القضيه دي. اذا النهارده ادي اول بند من بنود الرخصه، فرصه ان الساده المشاهدين يعرفوا ايه حكايه التراخيص. البند الثاني اللي هو معيار قانوني اللي هي اللوائح والقوانين، هل البيانات اللي قدمها النادي عشان يشترك وياخد الرخصة دي بيانات صحيحة ولا لا؟ هل الحاجات كلها، هل النادي ده ملتزم باللوائح والقوانين الموجودة؟ تعمل كذا ما تعملش كذا، تعمل كذا ما تعملش، دي اللوائح والقوانين. احنا عندنا اتحاد الكورة بيتكلم بيقول انا لو النادي ما الاهلي ما لعبش ما اعرفش في ايه مش هخليه يلعب في افريقيا، هسحب منه بند الترخيص. وانا بعتقد انه ما ده خلط شديد في الامور، هو ما يقدرش يعمل كده، هو بيهزر يعني اكيد، هو ما يقدرش يعمل كده. طب ده انت عندك انديه ما بيعترفوش اصلا لا بيك ولا بالاتحاد الافريقي، مش باللوائح اللي انت عاملها، ده اصلا بالكيان. قدرت تعمل حاجه اليوم؟ ليه فكره؟ وده كله سهل جدا، كان اتحاد الكوره، ما انت لو من الاول بتعمل نظام وتحب حريص على تطبيقه على الكل، كبير قبل الصغير، ما تحصلش اي مشاكل ولا حد يقدر يخرج عن الخط. البند الثالث اللي هو مطلوب ده معايير البنيه التحتيه، هل انت النهارده لازم الرخصه بتشترط اما ان يكون عندك ملعب ملكك او انك تأجر ملعب على الاقل لمده سنه، يبقى العقد بتاعه لمده سنه اللي بتاعت الموسم، يعني دايما قبل ما تلعب الموسم انت مقدم ورق بتثبت فيه ان عندك ملعب. هل اتحاد الكوره متاكد ده؟ ده في انديه ما عملتش ده، هل اتحاد الكوره كلمها؟ طيب في البند اللي بعديه الشؤون العمليه، الشؤون العمليه ديت لان الاتحاد الدولي وهو عايز ينشر الكوره وعايز يرفع مستوى الكوره وعايز يعمل الكلام ده عايز يعمل كيانات منظمه حقيقيه، فبيهتم دايما في الموضوع ده كله في ان يبقى في كل نادي هيئة عشان تدير هذه المنظومة، موجودة الهيئة ديت عشان خاطر موجود فيها اللوائح، موجود فيها القوانين بتاعتها، موجود فيها الحقوق بتاعتهم، موجود الـ متأكدين ان المدرب اللي بيشتغل معاه رخصة، المفترض ان مفيش مدرب الا ما يكون معاه رخصة تدريب، والمفترض ان الأجهزة الطبية اتأكد ان دول دكاترة مش حاجة تانية، لان في يعني في حاجات طبعا انت لما بتكتشف فتكتشف لان اي حاجه غلط مش هتعمل ده، او اتهاون في ده، او اجيبه حد مش طبيب اعمله دكتور، ما ده هياثر على الكوره. وهو في الاول وفي الاخر الاتحاد الدولي بيبقى حريص على رفع مستوى اللعب عن طريق تكليف المتخصصين كل حاجة، كل واحد في مجاله. في المعيار الرياضي بقى، اهم حاجه في المعيار الرياضي الاتحاد الدولي بيهمه فيها انت عندك ناشئين ولا لا، لان هو اذا كان عندك ناشئين وبتقدم الاعداد الصحيح وموفر لهم الملاعب الصحيحه وموفر لهم حجر الاوض وموفر لهم الاشراف الصحيح والمدربين الصح والكلام ده كله، معنى كده انت بتضمن استمراريه كره القدم، لانك لو بتركز على جيل ومفيش حاجه تحت هتيجي في مره بتسقف مفيش حاجه عندك. البنود الخمسه دي كلها اللي بيقولها الاتحاد الهدف منها كل الهدف منها في الاول كره القدم ورفع مستوى كره القدم. جت الازمه دي حصلت، ودي حضرتك لك رأي كمان في مناقشاتنا خلال الأيام اللي فاتت، حضرتك قلت لي وحتى الحديث اللي حضرتك استغربته جدا عن فكرة إنه إحنا هنوقع عقوبة عشان كده يبقى الأهلي بينسحب، حضرتك قلت الأهلي من الأساس ما انسحبش، الأهلي بيقول أنا ملتزم ومتمسك بجدول الدوري اللي تم إرساله من الجهة المختصة اللي هي لجنة المسابقات تبع الاتحاد الكورة، ده مش انسحاب لما أقول أنا ملتزم بالقواعد اللي تم التوافق عليها. ما هو يعني ده الكلام. طيب هو إيه سبب الأزمة؟ إن بيراميدز قال انا مش هلعب قبل ما تلعب، مش هلعب ماتشين يعني ماتش دور اول ودور تاني قبل ما الاهلي يلعب، ما العبش الدور الاول والتاني قبل ما تلعب، ومحق في ده يعني هو عنده حق في ده. طيب انت يا عم اتحاد الكوره، طب ما الاهلي النهارده هو بيلعب مع الجونه، ما هو لعب ماتشين قبل ما الزمالك يلعب ماتشين ومع الاسماعيلي ومش عارف ومع مين،
في الفترة اللي الدوري فيه أصلا مزنوق وفي مشاكل في الدوري أصلا وفي حاجات من ديت، لأن الدوري من الأول اتحاد الكرة قال لهم الدوري ده ظروفه خاصة استثنائية عشان جدا عشان موضوع جدا. إفريقيا ما كان يجب أن حد يصدر مشاكل، ومع ذلك النادي الأهلي قبل أن يلعب من 2 فبراير ل 26 فبراير، هيلعب 8 ماتشات، هو لعب منهم 7 ماتشات، السبع ماتشات دولت لعبهم في 22 يوم، وهذا رقم لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية ان في فرقة لعب السبع ماتشات في 22 يوم، ولما يجي يوم 28 هيبقى هم في ال 26 يوم انت لعب 8 مباريات، ومع ذلك خلاص احنا قابلت من الاول ان انا هلعب دوري مضغوط، بس ما تضغطش قوي. بالعكس دايما في الدول في العالم كله المفروض لو في توفيق للاوضاع والاوقات الخاصه بالمسابقه بيبقى في اي بدل لصالح الانديه اللي هتمثلها دوليا، يعني الاهلي والاسماعيلي موجودين في دوري الابطال، المفروض في مراعاه لجدولهم، الزمالك موجود في الكونفدراليه، المفروض يعني كل فرقنا المصريه اللي بتمثل الكره المصريه دوليا المفروض انها اولويه في ترتيبات الجدول من بدايه المسابقه زي ما حضرتك قلت.